اي هكا بس لا دابا الطوطا ثم احتمال ايه احتمال بزور فيها ماشي شو اي شاطر اللغه السريانيه يعود تاريخها الى تقريبا 500 سنه قبل الميلاد اي قرابه 2500 سنه وتعد هذه اللغه من اللغات القديمه تعد من اللغات القديمه على مر التاريخ أكيد هناك الكثير من الكتب والمصادر والمخطوطات تؤكد قدم هذه اللغة. كلما زادت الهجرة كلما كان خطر على هذه اللغة كبير جدا والكل يعرف ووضعنا الآن في حالة حرجة جدا يعني يوم بعد يوم هناك هجرة هناك عوائل تترك العراق فبالتالي تذهب إلى دول أخرى وتتكلم اللغة الموجودة هناك فتنسى اللغة السريانية. المتحف يعني نقدر نقول إلى نسبة من الدعم للغة السريانية دائما موجود المناسبات والمهرجانات اللي نهتم باللغة ونهتم بحضارتنا وتراثنا القديم. أهم شيء إنه احتفاظ بهاي المخطوطات لأنه هي كلش قديمة وبالنسبة لطبيعة المواضيع المخطوطات هي مواضيع لاهوتية ليتورجية أكو همنا مواضيع إنه أكثر شيء همنا كنسية.